وتنضم إلينا أيضا من كييف حول نفس هذا الموضوع السيدة ماريا إينوفا النائبة في البرلمان الأوكراني. مرحبا بك حضرة النائبة معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. إذا طبقا للاجتماع اجتماع الناتو ونقلا حتى عن أسوشيتد بريس، فإن الصاروخين أطلقتهما أوكرانيا الدفاعات الأوكرانية لصد صاروخ روسي كان قادما فوق الأجواء الأوكرانية. أريد تعليقك أولا على هذا الإعلان الآن بأن الصاروخين أطلق من الدفاعات الأوكرانية. أولا أود أن أقول أن السبب الأول للانفجار الذي حدث على الأراضي البولندية هو بسبب بوتين، وعلى المدى البعيد هذه الحرب الطويلة التي شنها ضد أوكرانيا بشكل غير ديمقراطي. لهذا بالطبع نحن نشعر بالضغط لفرض منطقة حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية. هذا يمثل تحدي بالنسبة لنا خاصة مع دول الناتو، لأن الجانب المعتدي يقوم بتصعيد الموقف أكثر وأكثر. فقط حتى لا نذهب بعيدا عن الواقع حضرة النائبة، أعتذر لمقاطعتك، يعني هذا الإطلاق للصاروخين الأوكرانيين تقصدين بأنه تم عن طريق الخطأ لأن أوكرانيا مضغوطة الآن طبقا لمعطيات الميدان، وبالتالي تحتاج الآن إلى فرض منطقة حظر طيران، هل ما فهمته صحيح؟ أولا هذه التحقيقات من الجانب البولندي لم تنتهي بعد، والتصريحات الرسمية الصادرة حتى الآن أن الجانب الأوكراني قد سأل طلب بشكل واضح وقال أن هذه الانفجارات التي حدثت نحن على استعداد من الجانب الأوكراني أن نري الجانب الروسي، أن نريكم الأسباب خلف هذه المأساة التي حدثت. لهذا أود أن أقول أنه بالطبع هذا الحادث تم بناء بعد أكثر من 100 صاروخ هجومي على الأراضي الأوكرانية، وفي هذا الوقت هذه الحرب التي بدأت منذ 9 شهور جعلت الوضع صعبا للغاية بعد تدمير البنية التحتية. وقد قام القادة، قالت مجموعة 20، بالتقديم أو بقول كل التصريحات التي لديهم لإدانة بايدن في هذه القمة الحالية، لإدانة بوتين في هذه القمة الحالية. هذه الصواريخ التي تم إطلاقها من الجانب الأوكراني كانت تابعة للنظام الدفاعي الأوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، لحماية أرض أوكرانيا، وأيضا لحماية الحدود التابعة للناتو. ورغم ذلك حضرة النائبة إلا أنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي سارع بأنه أو حمل يعني هذا القصف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بالطبع من هذا أمر واضح، لدينا كل يوم صواريخ تطلق من الكرملين على أراضينا، هو يقوم بالمتاجرة بهذا الأمر. نحن ندافع عن أراضينا التي تتعرض لقصف شديد. بالأمس كان هناك أكثر من 100 صاروخ تم إطلاقها. هذا القرار نابع أظن أن سبب ما حدث بالأمس هو في النهاية نتيجة هذا التصعيد الروسي، ولن نسعى، نحن نسعى إلى السلام، ولكن يجب أن يكون هذا السلام مبني على الانتصار على الجانب الروسي. لهذا إذا تحدثنا عن التفاوض بين الجانب الأوكراني، نحن نتحدث عن تحرير الأراضي الأوكرانية، استعادة هذه الأراضي
استعادتها نيابة عن العالم بأكمله وطبقا للتقارير وطبقا للإحصاءات الدولية. أنت على حق، لقد تغير الأمر كثيرا على الواقع، والوضع الآن لم يعد كما هو بالنسبة للجانب الروسي. كيف تغير، يعني كيف تتصور كييف بأن الأمور تغيرت للجانب الروسي؟ هل هي معه أو ضده؟ لأن حتى الشروط الأوكرانية لعملية تفاوضية مع الروس يعني الكرملين يراها مستحيلة. أظن أن الكثير من المتحدثين من الجانب الروسي قد أوضحوا أنهم على استعداد للتفاوض، ولكن كيف من الممكن أن نستعد للتفاوض وفي الوقت نفسه نقوم بالهجوم كل يوم وإطلاق العديد من الصواريخ، 100 صاروخ؟ كيف يمكن أن يجتمع الأمرين معا؟ لذا أظن أنه من الهام أن نعرف أن الجيش الروسي يقوم بالهجوم وأنه فقد السيطرة، وما يطلق عليه السيطرة الروسية على الأراضي الأوكرانية بما فيها سيطرتها على جزيرة القرم سيتغير، وما قامت به روسيا منذ فبراير والهجمات التي قاموا بها في البحر الأسود، كل هذه الأمور وكل هذه الهجمات ستغير الأمر. لكن فقدت روسيا، كما فقدت روسيا خرسون وانتصرت الجانب الأوكراني في هذا الأمر، سيتم فعل الأمر ذاته بالنسبة لجزيرة القرم، وسيخسر الجيش الروسي. نحن نرى كيف تعمل أخلاقيات الجيش الروسي على أرض الواقع، لكنه الآن في حالة من الضعف، وقرارات بوتين أصبحت هي الأخرى ضعيفة. لذا هذا الوضع الذي رأيناه في خرسون، ورغم كل الدعم الذي المقدم إلى أوكرانيا، نرى الآن أن هناك نقص في الإمدادات من الجانب الروسي، وهناك تدمير كبير للبنية التحتية الأوكرانية، وهناك أيضا دعم قوي دولي كبير بالنسبة لأوكرانيا مقدم لأوكرانيا. ونتحدث هنا عن أنظمة دفاعية جوية تعزيزية لتقوية الدفاع الجوي الأوكراني، وأيضا دعم دولي أكبر وضغط دولي أكبر على نظام بوتين. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا من كييف السيدة ماريا إينوفا النائبة في البرلمان الأوكراني.